سيدتي سادتي، جاءنا ما يلي: تعلن المنطقة العسكرية الوسطى حالة النفير العام في مدينة مصراتة، وذلك لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي يشن هجومه غربا منطلقا من مدينة سرت، وتمكنت من السيطرة على بلدات الوشكة والقداحية وزمزم وأبو قرين، وتدور المواجهات الآن شرق كوبري ستادة، ويهيب المجلس العسكري مصراتة بكافة الكتائب العسكرية وكل من يستطيع حمل السلاح في المدينة إلى الالتحاق فورا بجبهات القتال. حبوا للدفاع عن مدينتكم، حبوا للدفاع عن وطنكم ليبيا. حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.